قبل ما اشوف الهدف هدف صحيح 100% ملغي لرامي ربيعه. وهقول لك ليه. انا هنا عندي الحاله الاولى يا كابتن، انا همشي بس مع حضرتك واحده واحده. تمام. هنا الحاله، هنا سؤال، هنا هل في لمسه يد؟ الايد مكبره الجسم ولا الايد في وضع طبيعي؟ ولا الايد مبرره؟ ولا نتيجه ان اللاعب بيلعب؟ دي حاجات كلها تساؤلات. الحنفي هنا في الصوره هو موجود خلف اللاعبين، يعني ما يشوفش اللعبه دي. اللي يشوفها مين؟ الحكم المساعد اللي هو الثاني اللي هو عمر فتحي. انا كحكم مساعد كعمر فتحي كابتن هاني، لو انا شايف ان دي في مخالفه كنت رفعت خالص وكنت رحت الدنيا كلها. ان انا هنا دي كره عرضيه، يعني ايه؟ الراجل هنا بيشيل ايده من الكوره، انا بس همشي واحده واحده. انا رامي ربيعه بيشيل ايده من الكوره كده. امتى ممكن الفار يقول لا خليك معاه والنبي بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك؟ لو رامي ربيعه ايده مكبره وهي اللي راحت للكوره، لكن ايده في وضع. امتى الغي الهدف؟ لو جت من رامي ربيعه راح عاملها مره واحده جاب جون. ما ينفعش. او راحت لزميله حطها جون يا كابتن هاني، ما ينفعش. ولكن اللي حصل بعد كده ايه؟ هنا الحكم خد ادى استمرار. راحت لمين؟ راحت لاعب البنك الاهلي. هل كابتن هاني تلعب ليبرو ده هنا تحت سيطرته انت كده اندر كنترول الكره ولا لا؟ 100% 100% 100%. ماليش علاقه بجوده لعبتك بقى. انت عندك امكانيه تخرج الناحيه الثانيه رمي التماس او تلعب باص صح او تعدي، يعني انت هنا سيطرت السيطره كامله. بقت لعبه ثانيه وفي حوزه لاعب البنك الاهلي جديده. يبقى انا النهارده عندما انتهت اللعبه من هنا، لا ارجع ثاني معلش، ارجع لنا عشان الحاله دي مهمه. الاي بي بي اللي هو ايه؟ مرحله بناء الهجمه انتهت. انا بقى مش مشكله لعب الكره غلط ولا صح، هو ده يعني لعب البنك استحوذ ومشي خلاص، انا كده بينتهي دوري كحكم، ببتدي اعمل اي بي بي من جديد. ساعه ما الاهلي هيستلم الكوره، هل لما استلم الكوره تاني وجي منها هدف كان في مشكله؟ ما كانش في مشكله. طيب هقول لك على حاجه ثانيه. احنا قلنا بالاول لمسه يد فيها كلام كتير جدا، وكان المفروض المساعد يقول ولكن همشي مع ان في مخالفه رغم ان انا مش مقتنع، ولكن هنا المدافع استلم وعنده القدره ان هو كابتن يمشي ويلعب في اي اتجاه، هو عنده مشكله في جوده اللعبه. راحت لعب الاهلي بقت لعبه جديده، لعبه ثانيه. نروح للعبه الثانيه هنشوف يجي منها هدف. السؤال هقول لك من ضمن الاخطاء، انا كحكم فار لما استدعي الحكم هجيب له ايه؟ هجيب له الكوره من الاول خالص. اسقف لك بقى يا كابتن هاني بجد، ما ينفعش اجيب له لعبه الهاند بول بس، اجيب له اللعبه كلها يا كابتن، من البدايه لان استلام اللاعب لمرحله البناء الجديده، واسيبه هو اجيب له عالم استلام ثم اجيب له اللعبه اوضحها له كلها بحيث الحكم كمان. سؤال يا كابتن، في حتى يعني الحكم الساحه ما يقدرش يقول للراجل لا هات لي الكوره من الاول؟ ما هو لو كان شاف اللقطه دي بس، ما هو جايب له اللقطه بتاعت الكوره بتاعت الهاند بول، لكن هو كمان لازم يساله لا هات لي الكوره من اولها عشان هو كمان يعرف ياخد القرار بناء على اللقطه كامله. كلام سليم يا كابتن هاني، انت قلت حاجه جميله جدا جدا، وده كان ممكن الحنفي يعمله، بس هو الحنفي ومفروض انا كحكم فار يا كابتن عندي خبره، انا اللي بقول للحكم، انا اللي بجيب له اللقطات، انا اجيب له الصور الواضحه. للاسف هو الحكم النهارده اختفى بان هو يجيب له لقطه ايه؟ ان الكره جت في الايد وما جابلوش بدايه الهجمه، ان اللاعب استلم بتاع البنك وراح وعنده امكانيه ان هو يلعب، ولكن جوده لعبته راحت الكره ليه؟ انا شايف ان الهدف صحيح، حتى اجراءات عرض البروتوكول بتاع الفار كانت اجراءات مش كامله، كانت ناقصه كتير جدا جدا. هدف لرامي ربيعه لم يحتسب، بالاضافه ليه ركله جزاء في الشوط الاول صحيح ركله جزاء.